انضموا إلينا من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، ربما تكون هذه الإقالة مفاجئة لكثيرين، لكن كن هناك ملفات يعني عالقة وتتطور، ما طبيعة هذه الملفات أشرف؟ يعني سويلا برافرمان هي شخصية مثيرة للجدل منذ اللحظة الأولى لتوليها منصبها مع ريشي سوناك. هي كانت وزيرة للداخلية في عهد ليز تراس رئيسة الوزراء السابقة، ثم استقالت من منصبها لأنها استخدمت بريد إلكتروني شخصي في معاملات حكومية. ولكن مع تولي ريشي سوناك منصبه عادها إلى منصب وزيرة الداخلية، ومنذ هذه اللحظة وهي تثير الجدل يوما بعد يوم بتصريحاتها ومواقفها وسياساتها التي دائما ما تثير الجدل وتثير الخلافات في المجتمع البريطاني. آخر هذه المواقف كان موقفها من المسيرات المتضامنة مع الفلسطينيين هنا في قلب لندن، ليس فقط لأنها وصفتها بمسيرات كراهية وأنها تردد هتافات تحرض على العنف وتعادي السامية، ولكنها حاولت التدخل في عمل الشرطة عندما طلبت من مفوض الشرطة في لندن السير مارك راولي أن يمنع مظاهرات يوم السبت الماضي لأنها تتزامن مع يوم الهدنة أو يوم إحياء ذكرى المحاربين القدماء في بريطانيا، وهو ما رفضه قائد الشرطة معتبرا أنه لا مخالفة قانونية في هذه المسيرات، وبالتالي لا يملك هو حق منع هذه المظاهرات. ولكن سويلا برافرمان ردت على ذلك بمقال حاد في إحدى الصحف البريطانية القومية، قالت فيه إن الشرطة تتعامل بمعايير مزدوجة مع المظاهرات، ما وصف بأنه تقويض لثقة الناس في الشرطة وزعزعة للاستقرار في المجتمع، بل وأنه إضعاف للشرطة في الوقت الذي تحتاج فيه كل الدعم لتأمين المسيرات وتأمين المظاهرات في هذه الأيام الحساسة. بالطبع سويلا برافرمان بعد أن مر اليوم بسلام، بالمناسبة يوم السبت الماضي تزامن المظاهرتين مع بعضهما أو الحدثين مع بعضهما البعض كان يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل، ولكنه مر نسبيا بسلام كبير. بعض الاعتقالات لأنصار اليمين المتطرف رابطة الدفاع الإنجليزية EDL، هؤلاء حاولوا اقتحام المسيرة المتضامنة مع الفلسطينيين والاشتباك معهم، ولكن الشرطة كانت حاسمة وتصدت لهم بقوة. هناك أيضا بعض الاعتقالات في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، ولكن بشكل عام كان اليوم هادئا للغاية. أيضا عادت سويلا برافرمان ونشرت يوم أمس على موقع إكس بعض التغريدات التي قالت فيها إن هذه التظاهرات لا يمكن أن تستمر وأنها مسيرات كراهية وأنها تحرض على العنف. كل ذلك يعني كان إشعالا للنار أكثر، فكان لابد لريشي سوناك أن يتدخل ويقيلها من منصبها. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يقيل فيها ريشي سوناك أحد وزرائه أو يستقيل أحد هؤلاء الوزراء بسبب خلافات أو بسبب إثارة للجدل. أركان حكومة ريشي سوناك تتقوض يوما بعد يوم مع اقتراب الانتخابات أكثر وأكثر، لا يبدو أن فرصه في البقاء هنا في 10 داونينج ستريت تبدو كبيرة، بل إنه يتراجع يوما بعد يوم في استطلاعات الرأي، ويبدو أن الانتخابات القادمة ستحمل هزيمته وخروجه من مقر رئاسة الوزراء البريطاني. من لندن مراسلنا أشرف سعد، شكرا لك أشرف.